سالت دابا باش بيتين هنايا، جات لي والبارح جات لينا القوة الأمنية، جاو خرجونا من بيوتنا صحة. حنا منقولش لك يلا فايقين من النعاس، تبداو هازينا وكيخرجونا يطلعونا سطافيطات اش كاين ماش كاين. قالوا لينا جاكم القرار من المحكمة ديال الإفراغ، القرار ديال المحكمة حنا مخلصين، ماشي ما مخلصينش، مأدين الواجبات ديالنا كاملين، ما كيتسالونا حتى شي حاجة. كنتفاجئوا بهذا القرار ديال الإفراغ، ما عندناش حنا فين نمشيو. جينا هنا في حدا محلنا فين كنا ساكنين ودرنا هاد العشة هادي. حنايا راه أكثر من 20 عائلة هنايا اللي مشردة دابا، كلها ناعسة في الزنقة، بصغارها بكبارها بالشباب ديالها بكل شي ليه. أنا راجلي زيادة وخلوق هنايا، عدوز سيرة من نهار قول شي 7 سنين قبل المسيرة وهي ساكنة هنايا، ومرا كبيرة الكبير والله. فين غنعطيو راسنا حنايا؟ خرجتنا القوة الأمنية هي اللي خرجتنا من محالاتنا، وعاون من المحكمة جا كيستهزأ بينا وكيضحك علينا وكيقول لنا شي هضرة ما خصوش يقولها لينا، كيبغي يستفزنا بهضرتو. ومع ذلك حنايا عينا ما نقاومو، في الأخر خرجونا صحة، وعدنا الروسي ديال الكرة ديالنا ديال شهر 8، هاد شهر 8 اللي فاتت دازت من وراها 3 أيام جاتنا القوة كتخرج فينا الصحة. يعني هاد السيد منين هو باغي محالو، ومنين ما باغيش يعطينا التعويض ديالنا، علاش مخلص من عندنا ومخلصينو على إيد المحكمة؟ يعني حتى المحكمة عندها الدخل في هاد الشيء كامل، يعني المسؤولين حتى هما عندهم دخل في هاد الشيء، المسؤولين عاجباهم هاد العيشة اللي حنا عايشينها، وهاد النعسة اللي حنا ناعسين في الزنقة، اللي حتى شي واحد ما ساومنا. فين هما دوك المرشحين اللي كانوا كيجيو يدقوا علينا دار بدار؟ عافاكم الا ما اجيو ترشحوا علينا، فين هما دابا؟ شكون دابا جا سول فينا؟ شكون جاب لينا التقرعة الما قال لينا هاكو هادي راك تستاهلوها كتنعسوا في الزنقة؟ يعني ما لقينا حتى شي واحد، حتى شي واحد ما جا ساومنا هنايا، ولا قال لينا اشنو خاصكم ولا اشنو كطلبوا. حنا اصلا ما كنطلبوا والو، كنطلبوا اللي من حقنا كمغاربة، وحدين عندهم لاكارت مغربية. يعني حنا ما جايينش من شي قارة أخرى، ولا حنا مغاربة، جدودنا مغاربة، والدينا مغاربة، وتا حنا درنا ولادنا هنا في المغرب. يعني واش ردونا في الأخر؟ كون كنا شي ناس ما مزيانينش ولا شي واحد كيدير الفوضى ولا هادي، نقولوا آه من حقهم، حقاش شافونا سلميين. والأغالبة هنا عيالات وعيالات كبار ودراري صغار، هذه هي الأغالبة اللي كاينة، يعني حتى من الشباب قلال. الناس بايتين في الخلا يومين هذه ولا 3 أيام بايتين، جات القوة العمومية وجاو خرجوا مكاك بدون حكم، وحنا ما عارفين كاع هذا الحكم متى تصدر. هاد السيد هذا راه من دوك المافيا ديال العقار اللي كاينه، هاد الشيء راه خاصو يشوف فيه عبد النبوي ويشوف فيه هذا ديال وزير العدل باش يعرف هاد الشيء راه بين ما كاين الخروقات في هاد الملف هذا. حنا راه مشينا للفرقه الوطنيه في المعارف القديمه ودرنا، حيت ملي حكموا علينا مشينا درنا واحد الشكايه، هذاك الملف كندورو فيه في ثلاثه المحكمات، مضر كيجيبوا لنا رقم مضاربين، حنا راه ما مضاربينش، حنا فين مضاربين؟ وهذاك الرقم كيعطيو لنا كله غلط، هذا الشيء ملي كنمشيو نبحثوا فيه ما كاينش اللي يعطيك راس الخيط في المحكمه. كاينه 140 نسمه و20 سكن، 20 سكن كلهم عندهم سكن، راه كاين عيالات ارملت، كاين عيالات شي كيدق البلاوات، شي كلشي. هذا الشيء راه لا حول ولا قوة الا بالله. هذا السيد هذا بغى يتعدى على هاد الناس، وتعدى، وهذا الا عنده شي نفوذ ديالو راه كاينين في المحكمة. محكمة هما اللي دايرين هاد الشيء. حنا واش غادي يخرج هاد الناس هادو بدون تعويض بدون فين كاينة في شي بلاد كاع؟ راه ما كايناش باش يجي هو يخرج الناس هنا في الشارع دابا. شوف دابا شحال في الساعه، والدراري كاينين اللي كيقراو المدرسه، وكاين اللي مريض، كاين اللي كيدق الانسولين، وكاين اللي ما يخلي ما يديروا. انا 53 عام ساكن هنايا، انا راه والناس كاين هنا اللي عنده 40 عام، كاين اللي عنده 30 عام، والناس سارين السوارت. هاد البلاصه الطريق زناتها، شارع وشارع العنفه راه هو هاد الجهه، وهنا راه امام البوسطه وامام البريد، وراه هاد الشيء راه ما خصوش يتقرر. وحنا راه ما غاديش نحيدوا من هنا، واخا يجيو يتيريو فينا، يجيو شتي دوك اليهود اللي كيتيريو تما يجيو يتيريو فينا، راه هاد الشيء راه ماشي معقول.